وعلى المسلم أن يجتهد في قراءة القرآن في شهر رمضان، فإن شهر رمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن يكثر العبد المسلم من قراءته فيه. وكان السلف يعتنون بكتاب الله تبارك وتعالى في رمضان عناية عظيمة، وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. قال الإمام ابن رجب رحمه الله: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضيلة الزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم، والله المستعان.